نتحول الآن إلى الزميل أحمد أبو زيد، وهذه النافذة من أمام معبر رفح. أرحب بك أحمد وبكل الزملاء الذين هم معك سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا أيضا بالجنوب اللبناني على الحدود الشمالية مع الأراضي الفلسطينية. إليك أحمد في آخر الأنباء من أمام معبر رفح ولكل الزملاء داخل فلسطين. شكرا جزيلا لك أمل. بالفعل هذا موعد نافذتنا المعتادة التي تأتيكم من أمام معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة. نسلط الضوء على جديد الأبعاد الخاصة بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، وكذلك الاشتباكات التي بدت اليوم أكثر ضراوة من سابقتها، وهذا سيسلط الضوء عليه زملاؤنا الذين ينضمون إلينا على الهواء مباشرة. لكنكم وكما أوردتم في معرض الخبر، زميلنا عبد المنعم إبراهيم كان صباح هذا اليوم يرصد جانبا من محاولة رصد شاحنات الوقود الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية الداخلة إلى عمق قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم، وهو النقطة المؤقتة كما جرت العادة في الإشارة إلى هذه المسألة بحكم أن إسرائيل لا تزال حتى هذه اللحظة تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، وهي بطبيعة الحال تحول دون دخول أي مساعدات. المساعدات التي دخلت اليوم وهي كانت قياسا بأيام سابقة تبدو شحيحة وزهيدة للغاية ولا تعبر عن شيء من حجم ما يحتاجه سكان قطاع غزة، لكن اليوم وكما كانت صورة تماما الأسبوع الماضي في يوم الجمعة الماضي حالت قوات الاحتلال دون دخول أي شاحنات مساعدات إنسانية أو إغاثية أو دوائية فضلا عن شاحنات الوقود، لم يدخل شيء اليوم، وربما سيكون من المرجح كذلك أن تحول سلطات الاحتلال دون إدخال أي شاحنات مساعدات إغاثية أو دوائية في يوم الغد، وهو يوم السبت الذي يصادف عطلة أسبوعية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وبالتالي هذا يشكل جانبا من حجم المأساة التي يعيشها سكان قطاع غزة، والتي ربما يشكل هذا ملمحا فقط من بين ملامحها التي تتعدد زواياها، ليس فقط على مستوى عملية القتل الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال، وإنما أبعد من ذلك عمليات القتل بالتجويع والقتل بالامتناع عن تقديم ولو النزر اليسير الذي يحفظ الحياة الإنسانية لسكان قطاع غزة. أبعد من ذلك عمليات التدمير التي طالت ما يربو على 80% تقريبا من المباني الخاصة بقطاع غزة، إما بصورة كلية أو بصورة جزئية، مع الحيلولة دون وصول المدد اللازم لتشغيل القدر المتبقى بقي من المنشآت الطبية والصحية في قطاع غزة. لكن الجديد على مستوى الاشتباكات التي كنا قد أشرنا إلى سماع بعض دويها والتي كانت تشير على ما يبدو الاشتباكات قد تكون ضارية، وهي الأكثر ضراوة على مدار الأيام القليلة الماضية بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في محافظة رفح في أقصى جنوب القطاع وقوات الاحتلال ضمن محاور التوغل في الجانب الغربي في تل السلطان. كانت الاستهدافات قد جرت واستهدفت وفق ما تقول الفصائل الفلسطينية نحو 5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا، وكذلك الاستهدافات التي ترجمت بعد ذلك وفق التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي قالت إن عددا من المروحيات العمودية الإسرائيلية قامت بنقل عدد من القتلى والمصابين من جنود الاحتلال إلى مستشفيات إسرائيلية مختلفة، من بينهم مستشفى سيروكا العسكري في بئر السبع.